مشاهدينا وين ما كنتوا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وشو حلو لما بنكون على الطرقات او مارقين بمناطق هيك بنشوف هالعلم اللبناني مرفرف وين ما كان، خصوصا هلا في كتير بلديات زينت بالعلم اللبناني شوارعها جسورها، وقديش بنفرح وبنتمنى انه هالعلم اللبناني رفرف على 10458 كيلومتر مربع بكل لبنان. نحن بالام تي في دائما العلمنا مرفرف ومرفرف بالعالي بالعالي، وهيك عشيه عيد العلم وعيد الاستقلال اكثر شغله هيك بتجي ببالي بيجي شغلتين. اول شيء كل دماء هالشهداء يلي سقطوا حتى نحن نبقى، وكل الناس اللي اليوم عم تتعرض للقصف للعدوان للدمار، كل الجرحى يلي بتمنى لكم الشفاء، كل يلي شهداء يلي كمان يعني بفعل الحرب عم بيموتوا. كمان بفكر بشغله ثانيه هي المواطنه، دائما الاستقلال بيعني لي المواطنه، انه قديش نحن بنكون حريصين على وطننا، قديه نحن منتمين لوطننا، وقديه متعلقين بجذور وطننا. ما بدنا شعارات ولا بدنا كلمات، بدنا افعال. قديه فينا كل انسان عم بيسمعني اليوم وعم بيشوفني عبر الام تي في وين ما كان بالعالم ولا بلبنان، اي لبناني اليوم بده يوقف هيك شوي بينه وبين حاله، يقول انا قديه بنتمي للوطن، قديه بعطي الوطن وقديه الوطن عطاني. فانا بدي احيي الجميع، وبعرف كثير سفرة لبنان اليوم بكل العالم عم يرفعوا اسم لبنان ونحن بنشوف حالنا فيه، ومثل ما في كثير ناس بالبلد صامدين وباقيين حتى يستمر لبنان وحتى يبقى هالوطن وطننا. انا اليوم هيك حبيت بهاللفته اني حي الجميع، واكيد انحني امام العلم اللبناني يلي بيرمز لبياض ثلوجنا يا لبياض جبالنا، وهلا تكللت كلها بالابيض مع اول شتوي، ولا طبعا دماء شهدائنا وهالارز الخالده يلي منشوف حالنا فيها، وعلى امل يبقى لبنان خالد خالد خالد. متابعه ببداية حلقتنا معي مباشرة على الخط مدير عام تعاونية موظفي الدولة دكتور يحيى خميس. الحمد لله على السلامة لك ولكل العاملين بمراكز تعاونية موظفي الدولة. ألو، عم بسمعك دكتور، حضرتك عم تسمعني؟ مش كثير منيح عم بسمعك. ضعيف الصوت. أنا ما بقدر علي أكثر دكتور، بس أنا بدي حييك وحيي كل العاملين بمراكز التعاونية موظفي الدولة بهذه الظروف الصعبة وهالعدوان يلي بعده مستمر على بلدنا. كيف اليوم عم تشتغل مراكز التعاونية وكل الخدمات مأمنة؟ أول شيء كمان أنا بحييك بحيي المستمعين وبشكرك على الاهتمام. مراكز التعاونية عم تشتغل بشكل طبيعي ما عدا المباني او المراكز الموجوده باماكن لا يمكن الوصول اليها. يعني عندنا مكتب فرع النبطيه، مكتب تبنين، مكتب ابل السخي جزئيا، يعني لما يخلص بيوصل الموظف عم يوصل بيفتح وبتابع شوي مع الناس قد ما بيقدر. عندنا مكتب سور مسكر، هودي مقفلين بشكل كامل. عندنا طبعا مش رح اشرح الاسباب يعني ما فيش داعي. عندنا مكتب بعلبك، فرع بعلبك عم يفتح بشكل كمان جزئي، رئيس الفرع بيحضر دائما ضمن الخطر واحيانا بيعرض يعني حاله بس بيتابع امور الناس، بضل على تواصل دائم معنا. ومكتب الهرمل كمان جزئيا، باقي المناطق عم تفتح بشكل دائم مستمر. الموظفين اللي نزحوا دكتور من هذه المناطق الى مناطق ثانيه مراكز ايواء او مراكز ثانيه بيلتحقوا بالمراكز الموجوده للتعاونيه اذا قدروا؟ موظفي التعاونيه، اذا عم تقصدي موظفي التعاونيه، انا من 1 اكتوبر عملت مذكره انه كل موظف بفل من محل ما هو موجود بيلتحق بالمركز الاقرب لوجوده. يعني تنفترض واحد من النبطيه موظف تعاونيه راح صوب الشمال
كثير تحت بطرابلس الاقرب له. نعم. وهكذا بالنسبه للمنتسبين والمستفيدين من التعاونيه. نعم ومن النازحين كمان عملنا للنازحين يعني خلينا متعارف على التسميه. عملت كمان قرار بعد ما عملنا تعديلات بالسيستم عندنا بالبرامج التعاونيه انه كل واحد بيقدم محل ما بهو بيريحوه محل ما هو موجود. يعني بيجي على المركز الاقرب للتعاونيه بيقدم معاملته شو ما كان نوعه. لانه دكتور في منهم يعني نزحوا ما اخذوا معهم اوراق ثبوتيه او اوراق شخصيه. ما بدهم اوراق، ما بدهم. عندكم انتم المكننه بيفتكر على الاسم او شيء؟ 100% ما في مشكله. اللي هلا اغلبهم يعني مفترض يكونوا كلهم بيعرفوا رقم انتسابه. اهم شيء يكون رقم الانتساب. بس يقول رقم انتسابي كذا بيطلع كل شيء عنه، وبس يكون اذا نسيان رقم انتسابه الاسم الثلاثي بيعطي الشخص وين بيشتغل. احيانا بيكون في يمكن تكرار اسماء، يعني ممكن يكون شخص اسمه الثلاثي مكرر لشخص ثاني اسم ثلاثي، فعمليا على الاسم بيطلع. اليوم بالنسبه لتقديمات التعاونيه دكتور خميس، كل الخدمات متوفرة اليوم. بعرف أنه كنتوا سباقين بموضوع الاستشفاء بموضوع الأدوية، فاليوم نعم. في شيء جديد على هذا الصعيد؟ نحن مستمرة مثل ما كانت وأحسن. ابتداء من 1/10 رجعنا زدنا كمان بالنسبة للأدوية، يعني كبرنا مروحة، علينا بما يعادل أو شيء متوسط 75% عما كانت عليه. يعني في شيء رفعناه 100%، في شيء 50%، في شيء 60% حسب. يعني عملنا دراسه نحن بتعرف. نعم. يعني دائما نحن يعني ما بنشتغل عشوائيا، نعمل دراستنا وبعد فتره بننفذها. فزدنا قيمه الادويه، زدنا تعريفات الاعمال الخارجيه الشعاعيه المخبريه كلها زدناها، وزدنا تعرفة علاج السنان. فعملنا كمان يعني نقل جديد بالاتجاه التصاعدي على زيادة التقديمات. هذا من 1/10 بلش. كثير منيح. وهلأ حاليا في دراسة جديدة في ولا هلأ مستمرين بهذه؟ مبدئيا نحن بالوقت الحالي يعني أنجزنا الممكن ينعمل واللي لازم ينعمل، ان كان من شان الاستشفاء. يعني اللي صار عمليا بمعظم المستشفيات بلبنان شبه مجاني، يعني عمليا مستفيد من التعاونيه ما بيدفع اي فروقات الا 500,000 او مليون ليره على كل الاعمال الاستشفائيه. دكتور خميس، من عدا الاعمال اللي فيها مستلزمات طبيه يعني مثل العظم. نعم، هذه المشكلة صراحة مش عندنا، صرت هالموضوع مش بس عندكم، حتى عند وزارة الصحة يعني وين ما حدا عم يقدر. وين ما كان شركات فلتانة على راسها ما حدا عم يقدر يحط لها حدود. هي والمستشفيات والأطباء يعني ما راح استحي أقول يعني كثير. أقله في التزام بتعرفة التعاونية؟ تعرفة التعاونية بس المشكلة بيجيكي مستلزمات طبية بيكونوا تعرفتهم عندنا تنفترض $1,000 بالشركه بيكونوا 2000. بيجي نعم. المستشفى بتزيد عليهم شوي، بيجي الطبيب بحط كوميسيون. يعني عمليا عم بيتعبوا، ماديا عم بيتعبوا المنتسب، لانه نحن تعرفتنا ما فينا كل يوم نعدلها واضح حسب الامكانيات. دكتور بالنسبه هيدي معاناه هلا من شان بس تكون بالنسبه للفروقات. نعم. لانه رح كون بمنتهى الشفافيه بالحكي مثل ما بتعرفي. نعم. في عندي 3 مستشفيات للاسف نحن وياهم دب وعصري مثل ما بقولوا. نحن يعني على طول عم ياخذوا فروقات من الناس بشكل ما راح اقول عشوائي يعني، بس انه بشكل غير مفهوم. ونحن كل حاله بنعرف فيها بنضل نحن وياهم على التليفون يعني على الموظفين المنتسبين، اذا حسوا انه اي مستشفى ما عم تلتزم عليها تراجع التعاونيه. نعم نعم نعم، بس اجمالا مش عم يجينا شكاوى كثير، هذا دليل انه المستشفيات ملتزمه. عدا بقول لك على 3 مستشفيات ضمن نطاق بيروت. نعم. دكتور خميس، بموضوع الأدوية كيف عم تحتسب الأدوية؟ لأنه بالنسبة للضمان بياخذوا الدواء الأرخص
سعرا. انتم عندكم هيك نفس نفس الطريقه ولا لا؟ نحن عندنا بناخذ الادويه وبنشوف اذا لها جينيريك ولا لا. نعم. اذا دواء ما له جينيريك نعتمد السعر تبعه، اذا دواء براند سعره كذا نعتمد سعر. على قد ايه 89500 او 700 يعني على السعر هيدا؟ لا على اساس مؤشر وزاره الصحه. مؤشر وزاره الصحة. نعم. بتحط اسعار الادويه بشكل يمكن مرتين بتغيرهم بالاسبوع. نعم. فنحن بنعتمد هذا المؤشر وبنحط سعره، في حال الدواء له بدائل يعني جينيريك نوعين او ثلاثه او شيء ما بنحط الارخص، بنحط المتوسط تقريبا. بالنسبه للامراض المستعصيه يعني سرطان وغيره خصوصا الدواء، هل نفس الطريقه يلي متبعه مع وزاره الصحه ومع الضمان انه بواسطه الماتريك يعني هي نفس الاليه؟ هلا الاليه هيدي صارت المنصة. شامله المنصه صارت شامله لكل الهيئات الضامنه. نعم. وعمليا نحن طبعا نستند عليها، يعني بالمبدا نحن ما عندنا بنعطي الادويه 100%. نعم. ولكن المشكله وين؟ انه احيانا كثير مش عم تكون متوفره الادويه، هلا اليوم الوضع افضل بعد ما رفع الدعم، طبعا غلت كثير الادويه. نعم. ويمكن صارت اكثر توفرا، ولكن هذا المبدا انه بعدنا عم نعطي الدواء نحن بقيمه 100%. الادويه اللي بتكون مش موافقة عليها وزارة الصحة، يعني المريض اللي سجل على المنصة واللجنة بوزارة الصحة ما وافقت له، هذا أكيد عنا بيكون في إشكالية، معنى إنه ما في موافقة من الوزارة ما فينا نعطيه نحن. يعني لما في لجنة بوزارة الصحة بتدرس هاي الملفات، يعني المريض يا أما طبيبه وصف له دواء مش تابع البروتوكولات اللازمة، أو يعني بيكون في تباين بوجهة نظر حتى ما يكون سيء النية. نعم. بين الطبيب المعالج واللجنة، بس نحن لأنه عم نعتمد هذه المنصة أو نتيجة اللجنة اللي بتعطيه، هذه أكيد ما بنعطيه لأن عندنا اللجنة نحن بتدرس كمان. نعم. هذا العام مبدأ العام. أكبر مشكلة صارت هي رفع الدعم. صحيح. في أدوية طارت طيران، ونحن عم نلاقي لها حلول صراحة. يعني بهذه الظروف يعني مثل الإنسان يعني بده يحاول شتى الطرق للتخفيف عن المريض وعن ال وعن يعني هذا اللي عم نحاول نعمله صراحة. نعم. يعني نحن دكتور خميس اليوم بالنسبة لبقية التقديمات منح مدرسية وغيره، بتحب تقول شيء للكلية اللي بيستفيدوا من خدمات تعاونية؟ بدي أقول بالنسبة للمنح أنه المنح اللي انعملت في 2023-24 يعني العام الدراسي 23-24 كانت ممتازة. نعم. وهذا الشيء اللي أكيد ترك ارتياح كثير كبير عند موظفي الدولة، حتى عند الجيش والدرك والقوى الامنيه وكل من بيطبق نظام التعاونيه. يعني على سبيل المثال مؤسسه الجيش اعتمدت التعريفات تبعنا، الدرك اعتبروا التعريفات تبعنا، قوى الامن هلا بغض النظر عن النسب، الجيش عطى يعني الخدمه الفعليه عطاهم 100% مثل ما اللي متقاعدين وعندهم بعد اولاد عم يتعلموا عطاهم 60% من تعريفتنا وهكذا. فهذه التعرفة حقيقة ممتازة، ونحن ما عملناها لأنه بدنا لا سمح الله نجي نطمع المدارس ولا، نحن عملناها لأنه الموظف صار مخنوق من كل الميلات 100%. يعني لموظف معاش على الأرض ما بيسوى شيء، ما بيأمن له أدنى حد ممكن، قلنا بلكي نحن بنسنده بهالمنحه، وطبعا عملت بالتنسيق مع الهيئات مع وزاره ورح تبقى للعام الدراسي 2024-2025 مستمره. اكيد انا على الاكيد انه هذه رح تبقى مش رح تتراجع، في احتمال اذا زادت تزيد شوي صغيره مش اكثر، اخذين بعين الاعتبار التطورات
الاقساط المدرسيه الى اخره، بس ما راح ما بترجع يعني. وما في تاخير بدفعه؟ في تاخير بدفعه؟ لا هلا تاخير بدفعه لا، يعني تاخير عن السابق ما فيني اقول لك انه في مثل السابق، لا، لانه في عدد كبير من الموظفين مش موجودين. نعم. يعني تشتتوا، وفي حتى في ناس سافروا. مظبوط. هل في خط مثلا موضوع لهم يعني اقله مثل مسح، خلينا نعرف مين بعده موجود مين مش موجود؟ هلا نحن بنعرف موظفيننا اكيد وين موجودين ومين هون ومين مش هون، بس بالنسبه لمنح التعليم فيك تعتبري انه كلها تقريبا صارت انجزت اللي تقدم. نعم. يعني تقريبا حوالي 90% منها انجز كثير منيح على حساب الناس. هلا في بعض مين في بعض اللي عنده اشكاليه بده يستكمل الملف، وللاسف في عندنا شويه معاملات بالمراكز اللي اقفلت بالنبطيه في سور يعني هودي يعني رح يكون كمان واضح انه لا فينا نروح نجيبهم ولا فينا نعرض الناس للخطر، ومش عارفين بعدنا عم نحاول نلاقي اللي بيقدر يأمن بدائل عن وثائق وعن الأوراق تبعه يرجع يقدم مرة ثانية تنسهل له أموره. يعني ما فيني أبعت حدا يروح يجيب لي ملف من النبطية بهاي الظروف على مسؤوليتي وعرضه للخطر، وبدنا نساعد الناس عم نقول لهم إذا بتحبوا جيبوا وثائق جديدة من مشيكم، واللي مسجل عندنا على السيستم إنه مقدم ومسجل طلبه عم نعتمد على المعلومات اللي موجوده كثير عندنا وبنعملها يعني. ولا سمح الله يعني كمان اذا ما قدرتوا جبتوا كل المعلومات او كل الملفات ما بيضيعوا عليهم حقه يعني. حقه محفوظ هيدا اهم شيء. نعم حقه محفوظ. دكتور يحيى خميس انا بدي اشكرك، حبيت خليني اليوم خليني بس قبل ما اخلص نعم انهي استغل هاي الفرصه يلي هي رح تكون بعتقد الفرصه الاخيره معي على الاقل كمدير عام تعاون موظفي الدوله. انا بعد شيء نص شهر تقريبا بخلص بتطلع على التقاعد خدماتي التعاونيه، بطلع مش على التقاعد بطلع. فانا اول شيء لك بحييكي على تعاونك وعلى اهتمامك الدائم وللمحطه اللي بتشتغلي فيها وللزملاء اللي معك، وبحيي كل المنتسبين للتعاونيه والمستفيدين منها، وبالتاكيد بالاخص بحيي موظفي التعاونيه، بتمنى لهم الاستمرار والصحه والخير والتوفيق وبالعمل المثمر، وتضل التعاونيه قائمه بمسؤولياتها على اكمل الوجه. يعني حبيت يمكن اختم بهذا التوجه لكم وللمنتسبين للتعاون. نحن بدورنا دكتور نتمنى لك الصحة وطول العمر، ونحن كمان بنشكرك من القلب خصوصا ببرنامج الحل عنا ام تي في، لأنه ولا مرة إلا ما كنت شفاف مع المضمونين مع الموظفين يلي منتسبين لتعاون موظفي الدولة، ودائما كنت سباق إنه بكل شيء بهمهم كنت دائما تتواصل معنا، وأنا بشوف حالي طبعا بمدير مثل حضرتك. يعني أنا بتمنى لك كل التوفيق وبالتالي للمضمونين كمان، على أمل أنه كمان يلي بده يجي من بعدك يكون عنده كمان نفس الشعور الحس الإنساني والخدماتي يلي أنت عندك ويلي نحن لمسناه بكل اتصال مع حضرتك. دكتور يحيى خميس شكرا لك. بريك ومنتابع. شكرا. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV، وبدي أذكر دايما أنه نحن صرنا كل نهار تنين وكل نهار أربعة من الساعة 10 لـ 10:30، وبالتالي منتلقى اتصالاتكم يوميا من الساعة 9 للساعة 12 على 444-444 extension 727. وحتى في كتير كمان عم يتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا، وبالتالي مستمرين اكيد بتلقي كل اتصالاتكم شكاويكم. باخذ الاتصال. الو 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 ايه اهلا بونجور مدام ريبيكا. بونجور اهلا.
بس بدي احكي عن موضوع كثير مهم هالفتره. نعم. يلي هو دفتر السواقه. نعم. انا عم بعمل دفتر سواقه لاولادي كانت. نعم. معقول انه الدفتر السواقه بكلف 400 دولار بهيك ظرف؟ نعم. انا عندي ولدين بدي اعمل لهم يعني 800 دولار بهيك ظرف. نعم. صعب. فبس حبيت اعلق هيدا الموضوع لانه هذا الشيء كثير مش مقبول يعني. تفاجأت بالرقم اليوم عرفت فيه. للحقيقه انا بشكر اتصالك لانه كثار كمان عم يسالوا يعني خصوصا هالشباب والصبايا يلي مرق سنتين ويلي هن مفروض كانوا يقدموا لامتحان سو يكون عندهم دفتر مثل كل الناس يعني لانه هذا حق من حقوقهم. لما يعني من حوالي الاسبوع كمان حدا تواصل معنا بهيدا الموضوع اللي فهمته انه اليوم مفروض انه يعني اذا عبر مكتب تعليم السواقه يعني مفروض ينعمل 7 ساعات تعليم هودي الزاميين واذا ما طلب اكثر يعني بده اكثر اكيد بيعطوه يعني ما راح يجوا يعملوا الامتحان وبعد ما صار. على كل حال صار معنا بعتقد رئيس نقابه اصحاب مكاتب السوق في لبنان استاذ عفيف عبود يعطيك العافيه. الله يعافيك ستنا يسعد صباحك. يعني اتصالك بوقته لانه عم يسالوني عن دفتر السواقه الجديد هل صحيح صار بكلف حوالي ال 400 دولار وبالدولار يعني كمان؟ لا في اسمعوا باللبنان احنا هالفحص هلا انا ايه خبرني شو الجديد بالموضوع استاذ عفيف. لا اللي صاير انه ما في يقدم على فحص الا ما ياخذ افاده من المدرسه المرخصه للموضوع. نعم. أو من مكتب تعليم قيادة بده ياخذ هذه الإفادة بده يعمل 5 دروس يعني 5 سيانس على السيارة بين الطريق وبين مكان المغلق تبع الفحص بده يعمل سيانسين على الكمبيوتر تبع الأسئلة. نعم. هدول عم يكلفوه مصاري في تسعيرة اتفقت النقابات مع وزارة الداخلية على التسعيرة. التسعيرة بتكلفه ليعمل 5 سيانس مع 2 على الكمبيوتر مع تقييمه اذا بيعرف يسوق ولا لا بتكلف بحدود ال 200 دولار. نعم. بيرجع بيجينا رسم الدفتر وتعيين الفحص وتعب المكتب يلي بده يقدم له السياره على الفحص بيرجع يخلص له الدفتر. ايه عم توصل ل 375 400 دولار صح؟ طيب هل يعقل انه اذا واحد نعم نعم يعني هل يعقل يكلف هالقد؟ نعم يعني ما في ادراك عند الشباب والصبايا اليوم والاهل خصوصا يلي مرق سنتين وهيدي الثالثه يعني صح مش حق عليهم ليش بتتراكم عليهم كانت لا بده يدفعوا هالقد لا مدام ما ستنا ما بيتراكم عليهم ايام زمان كان يجي الشخص فلان بعرف شو نطلع على السياره وبتعرفي كيف كانت نعم اليوم صارت مدارس وفي سيستم معين على الفحص ما في يجي واحد يقول له انه ابني بيعرف السوق بدي اقدم له الدفتر، لا بده يخضع لدوره محدده بعدد ساعات ليقدر ياخذ هالافاده يعني بفهم من حضرتك استاذ عبود انه في الزاميه يعني حتى ولو الشاب او الصبيه بتسوق كثير منيح او ولكن في الزاميه يا يدخلوا مدرسه يعملوا هال5 ساعات نعم. مع 2 ساعة كمبيوتر او نعم. اي مكتب يعني بيعلم قياده السوق هيدي الزاميه اوكي مزبوط عم بحكي يروح يعملها على سيارته ولكن ملزم ياخذ هالافاده انه هو مؤهل انه يعمل هالدوره المطلوبه منه بالمدرسه ليعطوه افاده والافاده هيدي بس يطلعها عنده على الكمبيوتر بتصير اونلاين بهيئه اداره السائق إذا الإفادة فيها خطأ بيتحمل مسؤولية المدرسة وغرامته 30 مليون نعم وبالنسبة امتحان السوق يعني تشكلت اللجان صار فيه امتحان ولا بعد؟ صار فيه امتحان والامتحان جدي وما في مزح مثل أيام زمان لأنه اللي عم يفحصوا اليوم هن من قوى الأمن الداخلي مش مدنية نعم ضباط وعمدة وإلى ما هنالك متقاعدين هن باللجان اللي عم تفحص ومين بياخذ الموعد يعني المكتب أو مركز التدريب؟ أوكي. بس نبعث نحن بس ينعمل الإفادة التعليم يلي هي مثل الشهادة إنه خضع لهالدورة أونلاين بتصير بمصلحة السيارات بتصير بالهيئة نعم بيقدم أوراقه ودغري بيعطوه موعد وبيجي على الموعد بينفحص والموعد مش بعيد يعني أنا قدمت امبارح لأتموزيل بنته لأحد القضاة اليوم فحصها
يعني ما في ما في مش مثل ايام زمان تراكم دغري بس يقطع الايصال المالي المطلوب منه يصير عنده موعد. استاذ عفيف تجديد الدفتر نفس المعامله ولا لا؟ لا لا بيختلف تماما. تجديد الدفتر ما بده هالمعامله كلها لانه ديجا هو عنده رخصه. نعم. هو عم بيجدد الرخصه بعدها مثل ايام زمان بيجيب سجل عدلي ورقه شهاده صحيه بتثبت صحته جيده مع صورتين وصوره عن هويته والرخصه القديمه وبيقدر يجدد. وكلفتها هي زيتها؟ لا 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 ابدا كلفتها بحدود 50 دولار. لا اوكي يعني بس حبيت هيك نوضح للمشاهدين. انا بدي اشكرك استاذ عفيف عبود يعني اليوم هيك اعطيتنا المعلومات الصحيحه حتى يعرفوا الشباب والصبايا وصار عندهم هلا امكانيه يتقدموا ويصيروا اذا بدهم يسوقوا السياره يكونوا مرتاحين هن واهلهم. شكرا. نعم هلا نحن لغايه اليوم نحن الرخص المدارس اللي كانت 600 700 رخصه اليوم في 105 رخص يعني كثير صار في تشديد على قصه المدارس اذا ما كانت مستوفيه الشروط القانونيه. نعم. وما في اي مدرسه بقى من الادمي اللي ما جددت هلا واخذت المواصفات الجديده انها هي تعمل فحص لحدا. وين بتجددها؟ عند اي وزاره عند الداخليه؟ وين بتجدد المدرسه او المركز؟ لا بتجدد المدرسه بهيئه اداره السير برئاسه رئيس المصلحه الرائد محمد عيد. كثير منيح، شكرا لك. بنقدم له التحيه قد ما هو عم يتعاون وقد ما هو انساني، بس كل شيء حسب الاصول وحسب القانون. يعني ما في حدا احسن من حدا عنده. ان شاء الله خير، شكرا لك استاذ عفيف عبود. صورة اليوم نشوفها سوا. انا مستعد كل ساعه اي ساعه. شكرا لك. طول عمرك. شكرا شكرا. اوكي. صورة اليوم نشوفها سوا. البابا فرانسيس كرس العالم يلي اليوم عم يتعرض لحروب إلى مريم العذراء، ولبنان كان مكرس لمريم العذراء وما زال. نحن طبعا نطلب شفاعتها حتى يعم الأمن والسلام ويرجعوا الناس على بيوتهم يعمروا، وبالتالي حتى يرجع لبنان ينهض هيك بناسه وبشعبه يكون مثل ما كان دايما بلد الحضارة والثقافة. بدي أعطيكم موعد مشاهدينا نهار الاثنين دايما عبر الحل عنا MTV الساعة 10. إلى اللقاء.